السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رمضان كريم علينا وعليكم، إن شاء الله صحة فطوركم، صيام وقيام مقبول إن شاء الله. اليوم في الفيديو اللي نشترك معكم مشروب عراقي الأصل، كيديروه العراقيين بزاف ويشربوه بالأخص في هذا الشهر المبارك. كذلك لنشترك معكم طريقة تركية لشي الحوت من نوع السردين أو الساغدين، طريقة تركية وزوينة الصراحة وعملية، وبالنسبة للناس اللي ما كيفضلوش يشوها يعني يشوه الحوت في سواء في الزيت أو في سمو، فهذه الطريقة صحية 100%. إذا نخليكم تشوفوا طريقة تحضير العصير والحوت بإذن الله. قبل ما ننسى، إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة أبوناو معي وفعلوا زر الجرس يوصلكم أي جديد، وعدلوا لايك للفيديو إلى عجبكم. أكيد وني بكم وفرجة ممتعة. إذا الطفيلات في هذا المشروب هذا أو هذا العصير العراقي غنحتاجوا هنا عندي العنب اليابس أو الزبيب، العنب المجفف أو الزبيب عندي تقريبا هنا، مهم نتوما على حساب الأفراد وعلى حساب الكمية اللي بغيتوا. عندي هنا تقريبا جوج كيسان مليئين ديال العنبة من العنب المجفف، عندي هنايا تقريبا 4 معالق من النعناع مجفف، اذا ما كان نعناع مجفف فتعتمدوا ايضا النعناع هو خضر يعني مازال طري. هادو من المكونات. وغنحتاج للماء، الماء فقط، هادو هما المكونات ديال هاد العصير. بالنسبه للناس اللي بغات تحليه فتقد تزيد له يعني التحلي بنسبه يعني عاليه شوي، تقد تزيد لها العسل ولا السكر. بالنسبه لي انا كنكتفي بالحلاوه ديال العنب اليابس باش يكون هاد العصير صحي 100%. اذا اول خطوه اللي غادي نديرو ان شاء الله، اول خطوه هي لهنا نطحن هذا، نطحن هذا الزبيب او العنب اليابس مزيان نطحنو. المهم غنطحنو مرتين، غير المره الاولى غنحاول باش تطحنوني المولينيكس مزيان او الطراب الكهربائي يطحنوا لي مزيان. المهم غنقطعو قطع صغيره وغنزيد عليه ايضا النعناع مجفف باش نطحن معاه. بعد ما طحنتو كيف شفتو البنات هاد الطريقه اللي درت انا، لان عندي المونينيكس، عندي المونينيكس ماهيش ديك مونينيكس اللي غطحنو يعني مع الماء بالعجله، ففضلت نطحنو في هاد القطعه هادي ديال البصله ديال الشلاضه، فضلت نطحنو شويه باش يعاونني في المونينيكس. اذا اللي ندوز بعد ما طحنتو كيف تشوفوا حصلت على العجينه، حصلت على عجينه، غادي نديرو في الاناء اللي غنضيف عليه الماء. غادي نجيب هاد الاناء هذا اللي غنفرغ فيه هاد هاد العنب ديالي مع النعناع. طفيلات صدقوني هذا المشروب من اروع ما يكون، فهو مشروب كيف قلت لكم مشروب عراقي الاصل، كيديروه الناس العراقيين بزاف، وبالاخص كيستهلكوا هذا المشروب هذا او هذا العصير في رمضان، في شهر رمضان الابرك كيستهلكوه بزاف. ونهار جربته الصراحه عجبني من شي حد، عجبته جربته قبل الصراحه ما يدخل رمضان، قلت نجربه وجربته الصراحه عجبني من شي حد ودرته وعجب كذلك، مالي نطار زوين الصراحه. فقط انا ننصحكم الناس اللي ما كتبغيش الحلاوه فيكفي فقط ديروا غير العنب المجفف مع النعناع فقط، يعني ما تزيدوش السكر لان كيجي حلو بزاف. وهنا غنزيد تقريبا لتر من الماء وغادي نخليه واحد تقريبا ساعه ديال المقاعد، نحركم ونخليه كيف قلت لكم ساعه ديال المقانه هو في هذا السمو في هذا الماء
ينقع مزيان مزيان ياك. نعود ندوز نطحنو نشوفوا النتيجه البنات. في هذا الاثناء هذا اللي غادي ننتظر هذا النعناع هذا والعنب اليابس ينقع ليا، غادي ندوز معاكم نحضروا السرديل مشوي بالطريقه التركيه. لا تمشوا منين. المهم عندي هنايا الكفته ديال السرديل اللي طحنتها مزيان مع القزبور، شفتوا راه القزبور طحنتها معاه. وبالنسبه للمعدنوس عندي مجفف، غادي نزيد على هاد الكفته هادي عصير نصف حامضه. عندي هنايا العطريه، عندي راس ملعقه، عندي هنا راس ملعقه من تحميره حاره، راس ملعقه من بودره البصله يابسه، القزبور مطحون، ملعقه من القزبور مطحون، ملعقه من المعدنوس يابس، عندي هنا ملعقه مليئه ونصف من الكمون، عندي نصف ملعقه من الابزار، ملعقه من الخرقوم، شويه ثومه بودره، وشوي السكنجبير والملح. هادو هما المكونات. وغادي نكونهم نكبهم على المكونات ديالنا. ومن بعد غادي نزيد عندي هنا هاد العطريه هادي ديال الحوت، غادي نزيد ملعقه من العطريه ديال الحوت تقريبا، وغادي نزيد ايضا الزيت، غادي نزيد كيف قلت لكم الزيت، زيت المائده، ونخلط المكونات ديالنا جيدا. نخدم بيدي مهم الطافيلات. هنايا جاني الحوت مرخي شويه، يعني ما غيشدليش في القطبان، وفي هذه الحاله هذه مثلا الا شفتوا الحوت ما بغى يشد لكم في القطبان فتقدوا تضيفوا عليه لا شابلوغ، او الا كان عندكم الخبز يابس طحنوه وضيفوه عليه، او لا شابلوغ يعني لا شابلوغ ديريكتوم باش يكون عندكم هاد الكفته هادي ديال الحوت شاده راسها وما طيح لكمش من المسامر. المهم راه ضفت انا هنا قبل شويه، وغادي نزيد شويه من اللي مره اخرى. المهم كنشكلوهم على قطبان بهذا الشكل هذا. المهم هذه هي الطريقه قلت لكم طافيلات، الا شفتوا ما بغاو يشدوا لكم في القطبان ولا الكفته ديالكم ديال الحوت مطلوقه زيدوها لا شابلوغ لا الخبز يابس طحنوه زيدوه لها. ونستمر نشكل القطبان ديالي. ولا تقدو دير واحد الطريقه اخرى غنشتركها معكم دابا، بالنسبه للتشكيل كتجي شويه سهله. ندير معكم واحد الطريقه، غنحتاجوا واحد
نصف قرعه، نصف ديال القرعه، هذا اللي نقسمه على النص، وهذا هو اللي غنخرجوا منه الحشوه بالطريقه هذه، نديروا فيها كتخرج بهذا الشكل. هذا تضغطوا عليها باش تخرج، المهم شفتوا هذه الطريقه، هذه كنستمر حتى تخرج ليا على حساب المسمار كامل. ونستمر بهذه الطريقه، هذه مولي طريقه مولي ساهله شوي، كتعطي القطيب تعطي واحد الشكل متساوي، يعني ما تكون بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. المهم انا غنستمر بهذه الطريقه ونرجع لكم. البنات ما حدكم ما تصايبوا هذا، وقفوه بحال هكا يعني باش ما يعذبكم، باش ما تطيح لكم الحشوه، بقاو واقفينه هكا وشكلوه على المسمار او على القطبان بهذا الشكل، هذا هو واقف باش ما يبقى يعذبكم يطيح، سينو يبقى يطيح لكم كل ساعه تعاودوا. المهم غنعاود معكم واحد ثاني بهذه الطريقه، هذه راه ما غيسكل لكم، دائما كيبقى الجاذبيه، كيف شفتوا الجاذبيه كتجبد الحشوه لتحت، حاولوا تبقاو ديروا ديروا تشكلوا القطبان بهذا الشكل هذا باش ما يعذبكم بهذا الشكل هذا، ما كيطيح، اما هكا راه كيطيح. من بعد البنات، من بعد ما كملت الكميه ديالي، ستفتها على الطاوه وغادي ندخلها للفران ان شاء الله باش يطيب ليا. من الافضل اذا كان الفاخر بالنسبه لكم نتوما ديروا الفاخر، انا الفاخر ساكنه فواحد السكنه اللي انتيردي الفاخر، ممنوع الفاخر يعني تعرفوا الفاخر كيعطي الدخان. المهم غنكتفي فقط بالفران، وغادي نشعل هذا الفاخر هذه باش يعطيني الكو ديال عنو ديال الشواء، عنو مشوي على الكربون او الفحم. غنشعل هذه وغنديرها هنايا معاه باش تعطي داك الدخان لسمو، باش ما باش تعود فيه النكهه ديال الباربيكيو. وني بكم. المهم بنات، بعد ما خلينا هذا تقريبا ساعه حتى ساعه ونص تقريبا، غادي ندوزو نطحنوه في الخلاط الكهربائي. ومن بعد ما طحنتو البنات، غادي نصفيه في المصفات، بعد ما صفيته البنات تماما كشتو كيبقى ناعم، صفيته من تخت ده هو. غادي نزيد عليه نسبة من الماء، تقريبا نزيد نصف لتر تاني، نصف لتر لزت ديال الماء، وغادي نفرغ العصير او المشروب ديالنا اللي الحقيقه مشروب منعش ما شاء الله. مشروب منعش.
اذا كيف تشوفوا هذا هو، وخصو يتشرب طفيلات يتشرب بارد، كيجي منعش منعش ومقوي وزين، مولي في ياسر من المشاكل الصحيه من بينها فقر الدم، فهو مشروب رائع وطبيعي 100%. المهم لا تمشوا منين، نشوفوا نخلي قعدوا حتى الاخر تشوفوا القطبان ديولنا ديول الحوت منين نقدمهم في طبق التحضير. اذا هما الطافيلات القطبان ديالنا تشواو كيف تشوفوا، هادو هما كيجوا ما شاء الله، كيجوا ما شاء الله طعم رائع وملي. يعني الطريقه بتحضيرهم عجبتني الصراحه، فهي طريقه كيديروها الاتراك، كيديروها سواء اللحم واحد، شت حتى واحد واحد الشاف دارتها بالكفته ديال الحوت او السردي. مهم غادي نعصر عليهم قطرات بالحامض، كيف تعرفوا الحوت مع الحامض يعني كيتواتاو. ندير شوي بصلة من الفوق والزيتون كذلك، وهنا كيف تشوفوا رافقتهم شوي شلاضة ديال الخس ومطيشة البصلة وشويه صوص بالبصله وبطيشه والفلفله والحار. وهذا هو نبيكم، نتمنى يعجبكم وتعجبكم هذه الطريقه هذه، فهي طريقه الحقيقه عجبتني وملي طعمتها كتعطي واحد الطعم اللي هو زين ما شاء الله للحوت. مهم الى هنا لحقت لنهايه الفيديو، ان شاء الله يعجبكم الفيديو نال استحسانكم، ونقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم، مع السلامه وصحة فطوركم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأفعال يا رب. إلى اللقاء إلى فيديو قادم.